تقول أنا رجل تائب فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بإصلاح العمل. الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلا بد من مع التوبة من إصلاح العمل والاستقامة. التوبة لها شروط: الأول أن يترك الذنب، الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، الثالث أن يندم على ما حصل منه. فإذا توفرت هذه الشروط التوبة صحيحة، إذا نقص منها شرط التوبة غير صحيحة. مع إصلاح العمل في المستقبل. نعم.